بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم بهذه المناسبة المباركة والسعيدة. حبيت نعيد عليكم على كامل الأمة الإسلامية ونقول لكم صحة عيدكم وكل عام وانتم بخير بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. الله يعيدوا علينا بالصحة والهنا على كامل الأمة الإسلامية. إن شاء الله ربي يفرح كل مؤمنين وكل غريب يرجع لداره وكل بعيد يرجع يعني على لداره إن شاء الله. وإن شاء الله لا يحرم مؤمن ولا يعني لا يحرمه من فرحة العيد. فرحة العيد راهي عظيمة. نقول للكامل أحبابي وناس ولا اللي فان دو لاشين ميليسا كاهنة، نقول لهم يعطيكم الصحة. كنا مع بعض في شهر رمضان المبارك، ربي إن شاء الله يعيد علينا السنة القادمة بمزيد من الفرح والسعادة. ربي يدوم علينا الصحة والهنا والحمد لله. يعني ربي بلغنا لفرحة العيد المبارك إن شاء الله. لعقوبة العام المجيد إن شاء الله دايما نكونوا بالصحة والهنا. عملنا حلويات العيد مع بعض واللي راني يعني نقدمها لكم اليوم. نقدم لكم يعني سنيوة البسيطة، يعني أول سنية حطيتها لكم أحباب ميليسا كاهنة. وما نكترش عليكم وما نطولش عليكم ونقول لكم كل عام وانتم بألف خير. وبدوري يعني بناتي راهم يعني بالنيابة على بناتي اللي راهم يبلغوكم السلام ويقول لكم صحة عيدكم كامل. أحباب ميليسا كاهنة قولي لهم صحة عيدكم. صحة عيدكم كامل، كل عام وانتم بخير ولعقوبة العام الجاي إن شاء الله. سلام.